لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. يقال في عالم الدبلوماسية أن 100 عام من التفاوض خير من ساعة حرب، ولكن في العراق يبدو تعامل مع عكس هذه المقولة أو القاعدة، والدليل تاريخ المليء بالحروب والصراعات الطويلة اللي امتدت من تأسيس الدولة العراقية وصولا إلى عام 2003. بعد 2003 شكلت مرحلة أخرى كان يجب أن يعيش العراق فيها عصرا دبلوماسيا مزدهرا يقوم فيها بتصفير مشاكله مع القريب والبعيد والحليف وحتى الصديق، لكن بقيت العلاقات الخارجية متعثرة، بل ومرت بمطبات ومراحل كان البلد فيها مهددا بفقدان كل المكتسبات والعودة للمربع الأول. بعد حراك تشرين وتدشين عهد حكومة السيد الكاظمي، بدأ العراق مرحلة أخرى من تجاوز الإخفاقات التي حصلت وتحسين العلاقات الخارجية، وقد تمكن بفترة قياسية من إعادة العراق إلى وضعه الصحيح. اليوم ونحن على أعتاب مرحلة حاسمة وربما أخيرة من جولات الحوار الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، سنقلب أوراق الدبلوماسية العراقية ونقف عند بعض المحطات بنجاحاتها وأخفاقاتها وماذا أعددنا من رؤى وخطط للمستقبل. أرحب بكم من جديد وناقش هذا الملف مع ضيفي في هذه الحلقة، عميد الدبلوماسية العراقية وشيخ الدبلوماسيين الدكتور محمد الحاج حمود. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا بكم. حياك الله. شلونك؟ الحمد لله. صحتك شلونها؟ شكرا على الاستضافة. الله يحفظك، وإن شاء الله نقدم ما فيه خير للعراق إن شاء الله. شرفتنا اليوم. الله يخليك. الله شرف. يمكن هذا ثاني لقاء لنا بعد سنة وأكثر على ما أعتقد. خلال هاي الفترة صارت هواي تطورات سياسية، تطور على الصعيد الخارجي طبعا بالسياسة الخارجية، بس خلينا نبدأ من الحوار الاستراتيجي. الحوار الاستراتيجي الجولة الرابعة، شلون تشوف إجراء هذه المفاوضات؟ بس قبل ما أطب بالإجراءات، أنت شاركت بالجولة الثالثة؟ الثالثة الأولى والثالثة شاركت. الأولى والثالثة، الثانية ما شاركت. زين ندخل بيها لو تريد نحن بنسولف بالأولى والثالثة أول شيء. والله مثل ما تحب، بس أنت مثل ما تحب. خلي ننطي فكرة. طيب ليش صارت هاي المفاوضات أو هذا الحوار؟ زين الحوار طبعا يعود في أصله إلى اتفاقية أبرمت بين العراق والولايات المتحدة عام 2008. ما الإطار استراتيجي؟ سموها اتفاقية الإطار الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين. زين. هذه الاتفاقية أعطيك فكرة عنها، أنا لأن كنت أحد المفاوضين بها، ثبتت مبادئ عامة. زين. وليست نصوص تنفيذية مباشرة. أها. مبادئ عامة حول التعاون في عدة مجالات. زين. في المجال الاقتصادي، في المجال الثقافي، في المجال الأمني. زين. وهكذا تعبير أو إعراب عن رغبة البلدين في التعاون. حلو. وهذه كانت الفكرة الأساسية منها، وكانت تزامن مع اتفاقية سحب القوات الأمريكية. زين. تلك الاتفاقية اللي أنا تفاوضت عليها بشكل رئيسي، نجحنا في الوصول إلى سحب القوات يوم 31/12/2011. هذا تاريخ مهم، لكن طبعا ذيك الاتفاقية انتهت، سحب القوات انتهى، لكن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بقت. زين. اتفاقية الإطار الاستراتيجي بها عدة لجان، لكن من 2008 إلى حد 2020 لم تفعل بشكل فعلي. الخلل وين؟ الخلل والله الأوضاع السياسية العامة سواء بالعراق أو بالعالم، تعاقب الحكومات وعدم التفاعل مع الموضوع، والاستراتيجيات الأمريكية بالمنطقة. زين. والصراع الدائر في المنطقة، كلها عوامل أدت إلى ما أقول تجميد، لكن التأخر في تحريك أحكام هذه الاتفاقية. زين.
أنا في تقديري هاي الاتفاقية بها ميادين مهمة جدا تخدم العراق في مجالات عديدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية كان ممكن العراق يستفيد منها عن طريق اللجان المقررة في الاتفاقية، اللجنة الوزارية، اللجان الفرعية الفنية المختلفة، كان ممكن تفعل هذه اللجان ويصير التعاون على هذا الأساس. دكتور، احنا خابصينا بس موضوع الانسحاب. نعم. الاتفاقية أفرغت من محتواها الباقي، يعني سواء أفرغت من بنودها البقية أو من اتفاقياتها الأخرى، ما يخص التعليم، ما يخص الصحة، ما يخص عدة المجالات. شنو المفروض كان العراق يستفاد من هذه البنود؟ شوف حضرتك ذكرت النقطة الرئيسية الأساسية، صحيح، يعني اهتمام الطرفين بالجانب العسكري بسبب الظروف اللي يمر بها العراق والعدوان الداعشي المستمر حتى الآن. بقية الميادين لم تجمد، لا تزال المفاوضات مستمرة حولها. عندنا الوفد العراقي منذ الدورة الأولى مشكل من عدة وزارات، الجانب الأمني بجماعة أو ممثلين عن وزارة الدفاع، الأمن الوطني، المخابرات إلى آخره، الجهات العسكرية. زين. الجانب الاقتصادي بوزارات العراق المتخصصة الشؤون الاقتصادية كوزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة. زين. وهكذا المفاوضات بدأت في البداية مجرد عرض وجهات نظر، ما كانت مباحثات بمعنى الدقيق، هذه أفكارنا وهاي أفكاركم، فصار تفاهم من الطرف إلى الطرف الآخر حول ما يفكر به تفكير وليس نصوص أو مذكرات تفاهم. هذه الجولة الأولى. الجولة الثانية توضحت أكثر، صار الاتجاه حول بلورة النقاط الضرورية اللي نحتاج إلى وضع اتفاقيات تنفيذية فعلية. زين. الثالثة اللي انعقدت في بغداد، الثانية في نيويورك، في واشنطن عفوا، الثانية في بغداد، والآن الرابعة في واشنطن أيضا. زين. قبل ما نجي للرابعة دكتور. نعم. قبل ما نجي للرابعة. نعم. الجولة الرابعة، خلينا نحشي على الأولى والثالثة اللي شاركت بيهن. نعم. شنو كانت فحواها أو الحديث عن هذا اللي جاي يصير ما يخص الانسحاب وغيره؟ نعم، أول الوفد العراقي طرح انشغالاته، ومن الانشغالات موضوع سحب القوات الأمريكية من العراق اللي طلبه مجلس النواب، مثل ما تذكر حضرتك قرار مجلس النواب. قرار مجلس النواب لم يصل إلى درجة القانون، لأنه غير ملزم للحكومة، غير ملزم لأنه لم يمر بمراحل التشريع الاعتيادية. زين. فبقى مجرد توصية من البرلمان إلى الحكومة أن تعمل على سحب القوات الأجنبية. زين. وخاصة الأمريكية من العراق. هذا القرار انبحث في الجولة الثانية، في الجولة الثانية والثالثة طرح من قبل الجانب العراقي. زين. شنو كانت رؤية الجانب الأمريكي هنا؟ الجانب الأمريكي قال احنا ما عندنا قواعد بالعراق. زين. احنا مجرد قوات لأغراض التدريب والاستخبارات. زين. انتم بحاجة يا عراقيين الى تدريب، تدري احنا العراق اشترى طائرات F-16 وقضية المراقبة الأمنية للأجواء مهمة جدا، الأمريكان عندهم إمكانيات أكثر من العراق بكثير، عندهم أقمار صناعية وعندهم وسائل عديدة، فكان جوابهم أنه احنا نعاونكم في المجال، ندرب لكم فنيكم، ندرب العسكر العراقيين، وبنفس الوقت نعطيكم معلومات استخبارية دقيقة. حلو. فهذا الجانب اللي بقى مسيطر على المفاوضات. زين. لكن الانسحاب الآن ما نقدر ننسحب كليا، سيكون الانسحاب على مراحل وفق تطور الوضع الأمني في العراق.
أنتم الآن بحاجة إلى مساعدة لوجستية استخبارية لمواجهة الأخطار الإرهابية الموجودة في الساحل العراقي. هنا شنو كان الرد الجانب العراقي؟ الجانب العراقي طبعا يفضل الانسحاب دائما، لكن خلينا نكون بصراحة يعني أي. مع وجود خاصة 2014 إلى 2016 كان الخطر الداعشي يهدد بغداد، وكان احتل، تعرف حضرتك، احتل مدن عراقية رئيسية مثل الموصل، فما كان بإمكان الجانب العراقي بعد هالتجربة القاسية أن يطلب سحب القوات فورا. هذا الموضوع تقرر وقائع الميدان. احنا نتكلم شوية، صار عندي فكرة عسكرية، هم خادم أنا بالعسكرية، لكن بالمفاوضات تعلمت هذه اللغة. أنا أنظر للميدان العراقي بالشكل الواقعي. أولا عندنا مع الأسف الشديد تفكك في الساحل العراقية، وهي نقطة ضعف. أنت حتى تبعد عنك القوات الأجنبية وأنت مفكك، والإرهاب الداعشي والإرهاب السلاح المنفرد هذا يضعف، أنت تحتاج إلى قوة يا سيدي. زين، بس فسر لي هاي موضوعة أنه مفكك القوى أو الوضع المجتمع مفكك بشأن الانسحاب تقصد أو بشأن أي شيء؟ لا، بشأن الانسحاب، احنا نتكلم كله عن الانسحاب. أنا شخصيا، وهذا في محاضرات أخرى قلتها، قلت العراق يجب أن يعمل على سحب القوات الأجنبية سواء التحالف الدولي أو الأمريكان من أراضيه. هذه قضية وطنية تتعلق باحترام سيادة البلد. لكن هل نستطيع احنا مواجهة الأخطار لوحدنا؟ هذا السؤال. نقدر؟ أنا في تقديري في الوضع الحالي الموجود بالعراق، سواء من ناحية الوضع السياسي الداخلي أو الصراع الموجود بالمنطقة وهجومات داعش اللي تحركها دول معلومة، ما يقدر العراق. ما يقدر؟ لا، العراق الآن يحتاج القوات الأجنبية في حدود معينة، التسلح، التدريب، والجانب الاستخباري، هاي مهمة جدا للعراق. زين، واحنا ممكن نستفيد من القوات الأمريكية في هذه الحدود. وأنا مثل ما دا أقرأ وأطلع بحكم شغلي أن العراقي، أن الأمريكان لم يتخذوا في العراق مواقع معسكرات محددة لهم، وإنما وجدوا في معسكرات عراقية إلى جانب القوات العراقية في جزء من المعسكر، فالمعسكر يبقى عراقي. وجود يعني الأمريكان ك نسميه ضيوف أو زين، من وجهة نظرك يعني ومن خلال ما طلعت عليه المعلومات بأنه لا توجد قواعد عسكرية في العراق أمريكية؟ أنا في تقدير ما عندنا قواعد عسكرية. قواعد عسكرية بمعنى الكلمة أنها مواقع مخصصة لهم ويديرون شؤونها الداخلية ومن يدخل ويخرج منها، هذا ما موجود. دكتور، أنت كدبلوماسي تنظر إلى الوجود الأمريكي الآن كمحتل لو كمساعد لو شنو؟ شو نريد نوصله؟ أنا اللي افتهمته من الجولات المباحثات أو جولات الحوار لحد الآن هي مجرد تعاون لمساعدة العراق في الظروف الصعبة اللي يمر بها. زين، الأمريكان أبدوا استعداد مو بس بالجانب العسكري مثل ما بينت بالبداية، في الجوانب الاقتصادية، زين، في الجوانب الثقافية، في الجوانب الصحية، حتى مشكلة كورونا كانت واحدة من نقاط المباحثات. أها، هاي بيها جولة؟ نعم، هاي بيها جولة؟ بدأت بالجولة الأولى. من الأولى؟ من الأولى. زين، واستمر البحث بها وإمكانية تقديم المساعدات الأمريكية للعراق في هذا المجال، وفعلا أرسلونا 500 ألف جرعة 500 ألف جرعة
من فايزر يعني لا باس ما تكفي احنا لانه نحتاج ملايين. اكيد. دكتور انت كدبلوماسي اليوم كيف تنظر الى الاستهداف اللي يصير للقواعد العسكريه او استهداف اللي يصير للتحالف الدولي؟ نعم. او القصف اللي يصير على السفاره الامريكيه؟ نعم. هو نرجع هنا بهاي النقطه بالذات الى الصراع في المنطقه. زين. وخاصه الصراع الايراني الامريكي. والمسؤولين الامريكان يتهمون ايران بتحريك هذه الجماعات زين لضرب القوات الأمريكية ولضرب السفارات، وهذا العراق ضحية لهذا النوع من النشاط. ضحية. هذا أنا كرجل قانون ودبلوماسي أعتبر خلق للسيادة العراقية. أنتوا عندكم مشاكل مع أمريكا حلوها بغير مكان، ليش تحلوها بالساحة العراقية؟ احنا كعراقيين نتفاهم مع الدولة اللي تفيدنا تخدمنا في قضية معينة، اما ان تفرضون دخول او خروج تلك الدولة من الاراضي العراقية هذا مو من اختصاصكم، هذا اختصاص وطني للعراق. وهذا تجاوز. جاي افتهم من حضرتك بانه ايران هي الان خارقة للسيادة العراقية. هذا ما يقول الأمريكان. زين. أنا ما عندي معلومة دقيقة أن الإيرانيين هم القائمين بالعمل. القرارنا من العميد الدبلوماسيين شو يقول؟ والله أنا برأيي أنه هذه كل هالنشاطات يجب أن تحل عن الطريق التفاوض والطريق الدبلوماسي. مع من؟ هنا السؤال، أنا اليوم ويا من أروح أتفاوض حتى أوقف استهداف البعثات الدبلوماسية؟ أنا أعتقد الحكومة تعرف مع من. أنا أعتقد هذا شعوري بحكم عايش بهذا البلد كمواطن عراقي. زين. مو كدبلوماسي، كمواطن عراقي. أن الحكومة عندها الخيوط الأساسية في هذا النشاط. لو أنيطت لك المهمة وقالوا لك أنت راح تقود هذا الملف، روح شوف لنا ويا من نقعد ونتفاوض، راح تروح ويا من تتفاوض؟ اكو جهات معلومه، اكو احزاب معلومه. احزاب سياسيه عراقيه؟ اكو يقال. زين. يعني انا ما اقدر اصرح واتهم احد، لكني كمواطن اتابع الاخبار والصحف والتعليقات، تعرف اعلامنا ما شاء الله واسع. واحيانا خلي اسميه منفلت. أي. في بعض الجوانب. زين. فيوجهون تهم من هالنوع. انا ما اقدر كمواطن ان احكم بشكل دقيق ان فلان مو فلان، بس نسمع بالاعلام انه هاي الجماعات اللي تقوم بالعمل تابعة لجهات سياسية. اي اتذكر وزير الخارجية في معنا في رمضان تحدث بهذا الموضوع، قاعد تحدثنا ويا الجانب الايراني وقلنا لهم يابا يعني لازم تساعدونا بهذا الموضوع، واعتقد يمكن قبل يومين ثلاثة كان له تصريح صحفي بخصوص هذا الموضوع نفسه ايضا صرح به. يعني الان اذا نريد نتفاوض لوقف الهجمات على البعثات الدبلوماسية او القواعد العسكرية، تعتقد لازم نروح الطهران؟ والله اذا اكو قناعة عند الحكومة العراقية يجب ان تقوم بذلك. يجب ان تقوم بذلك. اي اذا عندهم قناعه مثل ما نسمع ببعض التصريحات. خلال معلوماتك ما قامت الحكومه العراقيه بالتفاوض مع الايرانيين او بالحديث عن هذا الموضوع؟ لا، طلع بالاعلام زياره وزير الخارجيه الاخيره الى طهران، انطرح هذا الموضوع بالاعلام اعلن. لا بالكواليس شكو. بالكواليس ما عندي اطلاع، لان يعني هذا الملف مو يهمني بصراحه. نرجع على ملف الحوار الاستراتيجي ونرجع على بعدين نرجع على موضوع الصراع الامريكي الايراني في المنطقه. نعم. والعراق هو الساحه الخصبه لهذا الصراع. اريد افهم انه شلون نشوف الان الجوله الرابعه لهذه الحوار، لهذا الحوار الاستراتيجي اللي الان في واشنطن، وذهاب السيد الكاظمي الى واشنطن للجلوس والتفاوض. نعم. بخصوص عده ملفات. أنا في تقديري ومتابعتي للجولات السابقة أن الجولة الرابعة ستتمخض عن مذكرات تفاهم. زين. تخص في ميادين مختلفة، مو بس بالجانب العسكري. زين. أو الجانب الأمني، حتى في الجانب الاقتصادي والصحي إلى آخره. في تقديري هذه الجولة راح تكون جولة حاسمة.
الجولة الرابعة. الرابعة. زين. وراح تبني علاقات واضحة ودقيقة بين البلدين. بين العراق والولايات المتحدة. من أي ناحية راح تكون حاسمة هذه الجولة؟ أولاً مطروح موضوع الاستثمار في العراق. زي. وهذا مهم موضوع الاستثمار. الشركات الأمريكية قادرة على القيام بالاستثمار. زي. يترددون بسبب الوضع الأمني. وهي قالوهم بعدة مجالات. الشيء الآخر نحتاج منهم على الموضوع الصحي. مو بس على كورونا. مؤسساتنا الصحية تفتقر إلى تطوير. زين دكتور، أنت ذكرت أنه ستبني علاقة واضحة وصريحة. طبعا لازم تكون دقيقة. العفو، شنو راح تبني علاقة واضحة ودقيقة؟ العلاقة الواضحة تأتي عن طريق نصوص ونية صافية. زين. أن نضع نصوص اتفاق أو مذكرات تفاهم أو أي مستوى من الاتفاق، وبنفس الوقت أكونية للتعاون. زين. أنا ما أسمي التعاون بين العراق والولايات المتحدة مثل ما يعتقد البعض أو يسمي البعض خضوع أو تبعية سياسية. لا، هاي مصالح متبادلة. مصالح. أنا أعطيك شيء تعطيني مقابله شيء آخر. أفيدك وتفيدني، هذه القاعدة العامة بالسياسة الخارجية الصحيحة. زين. فهذا المفروض الجولة الرابعة توصل لهاي النتيجة. توصل هاي النتيجة. إن شاء الله. تعتقد إنه راح توصل؟ أتوقع مو 100%. بس تصل إلى هاي النتيجة بميادين مهمة. تصل النتيجة. زين دكتور، أنا أسمحها من عندك، لأن الأمريكان راح ينسحبون لو ما راح ينسحبون؟ هذا واضح، قالوه من أول جولة حوار. أيه. قالوا إحنا موجودين في العراق كقوات تدريب ومساعدة. يعني كقوات صديقة. صديقة بالضبط. احنا مو جايين قوات احتلال. لاحظ، يعني من ضمن الأشياء اللي اشترطها الجانب العراقي. زين. اي وجود للقوات الأمريكية يجب ان ينظم باتفاق. اها. الاتفاق مثل ما سوينا على سحب القوات. زين. بحثنا موضوع الحصانات، موضوع حركة الجندي، الدخول والخروج، القيام بعمليات عسكرية، كلها بالاتفاق مع السلطات العراقية. هم قالوا لكم إياها بس بغير صورة، يعني قالوا لكم يا عراقيين ما ننسحب. لا، هم شوف حددوا في الجولة الثالثة، حددوا انسحابهم الكلي بعد انتهاء الإرهاب في العراق، يعني حركات داعش وأمثالها، وقدروا تقدير أنه يحتاجون 3 سنوات. ويقسطون، خلينا نسميها يقسطون بين قوسين الانسحاب بمراحل. زين. جدولة. جدولة أنا سميتها تقسيط. جدولة. أي. فهذا اللي افتهمناه من الحوار. زين، بعد الجولة الثانية والثالثة لمستوا أكو جدية حقيقية بموضوع أنه الجدولة؟ لأن هسه اللي جوانا نسمع من تصريحات من البنتاغون، يعني وكأنما هناك رسالة واضحة بأننا لن ننسحب من العراق. أكو هيجي أصوات بأمريكا. صحيح. أيه. لكن هاي الأصوات يمكن تغرد خارج السرب. الموقف الرسمي شو يقول؟ الأمريكي؟ أيه. الرسمي. هذا اللي قلت تركيا أنه احنا موجودين لمساعدتكم وسننسحب خلال 3 سنوات. طيب، عجب، الظروف المحلية والدولية تسمح بتحقيق ذلك؟ هذا سؤال. هنا بتركيز انت مرتين عدتها، يمكن الظروف المحلية، الظروف طبعا. الأمنية طبعا. هاي جد راح تلعب دور بموضوع الانسحاب. يعني حضرتك متابع الصراع الإيراني الأمريكي. زين. الصراع الإيراني الأمريكي ترى صار اليوم مرتبط بصراع القطبين في العالم. صار مرتبط بصراع الصين والولايات المتحدة. تعرف الاتفاق الصيني مع إيران الأخير، هذا إلى دلالاته. الصين خرقت الحصار الأمريكي بشراء النفط الإيراني بحرية.
هذا واحد. خرقة الحصار الأمريكي بتمويل إيران بمئات المليارات من الدولارات لبناء البنى التحتية. هذا صراع، هذا صراع، وصارت الخصم الأول بالمنطقة. احنا ما يهمنا هذا الصراع بصراحة. زين. اثنين دي يصارعون بيناتهم، بس الله يشفينا شرهم. الله يشفينا شرهم، بس احنا بوسط العاصفة. احنا اذا سياستنا سليمة زين وحريصين، واعتقد السيد الكاظمي يحاول ان يعمل بهذا الاتجاه، ان يبعد نفسه عن هذا الصراع. يمكن انت عاصرت من 2004 تمام؟ ما له علاقة بذيك الفترة باعتبار اكو تغيير بعد 2003، من 2004 الى الان عاصرت كل الحكومات. نعم. يقال بانه اكثر حكومة انه سعت لابعاد العراق عن صراع المحاور هو السيد الكاظمي. والله هذه يحتاج لها تقييم زين ودراسة. زين. احنا الكاظمي خطوات الرجل لحد الان تبشر بالخير. زين. نعتبرها إيجابية، لكن نريد نتائج. النتائج ما تبيننا. دكتور، السياسة الداخلية الخارجية تبدأ من الداخل. الداخل، من قلت لك الكارثة هي بالسياسة الداخلية. إيه. إحنا مشكلتنا بالسياسة الداخلية اللي يتحدث عنها القاصي والداني. الصراع بين الأحزاب السياسية، أنت تصور بالانتخابات القادمة لحد الآن مسجلين أكثر من 200 حزب سياسي، وهل هذا معقول؟ يعني 200 رأي بالعراق؟ أبدا. 200 تفكير بمصالح للعراق؟ أبدا. هاي كلها سميها أغراض شخصية، مو ديمقراطية حقيقية. مو ديمقراطية، هاي هذا خرق للديمقراطية. خرق للديمقراطية طبعا. الديمقراطية الحقيقية أنه أكو مبادئ مقابل مبادئ، أفكار مقابل أفكار. هذه الجماعات تتكتل في هذا الاتجاه، والجماعات الأخرى تتكتل في الاتجاه الآخر. هاي ديمقراطية، وما واحد يضطهد الثاني، كل واحد يقول رأيه، والحكم الأخير هو صندوق الاختراع. زين دكتور، شلون يعني راح نبقى احنا ساحة أبدية لهذا الصراع الأمريكي الإيراني؟ والله إذا ما احنا حفظنا نفسنا من هذا الصراع نبقى، راح نبقى أبدية. نبقى إذا ما تتغير التشكيلة الداخلية. شلون تتغير؟ تتغير إذا الفرد العراقي عن طريق صندوق الاقتراع يختار الناس اللي عندهم فكر وطموحات وطنية تختلف عن الموجود. يعني ما يفكر، ما يجيبون ناس ما يفكر قد يحط بجيبه. زين. يفكر شلون يبني البلد. وبلدان كانت أضعف من العراق ووضعها مدهور أكثر من العراق، لزموها ناس خلال سنوات معدودة جعلوهم من الدول الراقية في الاقتصاد والوضع الاقتصادي والاجتماعي. مهمة المفاوض العراقي الآن بما يخص الانسحاب وانقسام الداخل على هذا الانسحاب، ناس تجر بالطول وناس تجر بالعرض. هاي بالداخل. إيه؟ ناس تقول أريد انسحاب. مو المفاوض، هاي بالداخل. لا دا أقول لك إيش راح يأثر على المفاوض، ما ناس تجر بالطول وناس تجر بالعرض. ما واجهتكم صعوبات أنتم كمفاوضين بأنه إحنا راح نروح نتفاوض ومنقسمين الداخل على أنفسهم؟ والله شوف أخونا هشام، كل جولة كنا نجتمع قبل بداية الجولة كفريق عراقي. زين. ونحكي بكل صراحة بيناتنا. زين. فكان هاجس الكل، ما شفت واحد منهم عنده لف ودوران، أنه المصلحة العراقية قبل كل شيء. ما لنا علاقة بالكل اللي جاي. ما لنا علاقة بالصراع لا الإيراني ولا الأمريكي، وإنما نسعى جميعا لمصلحة هذا البلد، مصلحة العراق. زين. هذا اللي حصل. وأثناء المناقشات، أما ما بعد ذلك الله أعلم. أنا أحكي لك عن اللي شفته. زين. التصريحات الإيرانية ما يخص إنه الانسحاب وضرورة انسحاب الأمريكان من العراق، شو تعدوا يعني دبلوماسيين؟ فقرة من فقرات الصراع مع أمريكا وبالنسبة للعراق.
صاحب اللي عنده سيادة وعلم ودولة وكيان المفروض ما يحط نفسه بهالمنزلق نهائيا. أنا أبتعد عن أمريكا وعن إيران في صراعهم، لكن مو أنا عندي مصالح مع إيران، أنا أتعامل مع إيران كدولة مستقلة، أتعامل مع أمريكا كدولة مستقلة، لكن الصراع بيناتهم ما أحط نفسي، ما أصير طرف به. أنا محتاج إيران مثلا في قضية ما أسوي اتفاق معها، إيران دولة جارة مسلمة إلى آخره، التعاون معها قد يخدم مصالح شعبي. كذلك الحال مع الولايات المتحدة، زين، دولة عظمى وعندها إمكانيات كبيرة وواسعة. دكتور زين، دي يصير إحنا جاي نشوف هسه أمريكا تصرح بكيفها ومن الساحة العراقية، إيران تصرح بكيفها ومن الساحة العراقية، اللي عنده مشكلة ولا إيران يضرب بالعراق، اللي عنده مشكلة ويا أمريكا يضرب بالعراق. سيادتنا وين؟ هذا اللي دولتنا وين؟ هذا اللي إحنا نحكي عنه. إذا حضرتك وإذا أنا، الساحة العراقية يجب أن تبقى نظيفة. يجب أن تبقى عراقية. هسه حاليا هي مو نظيفة. مو نظيفة أنا أقول لك. مو نظيفة. مو نظيفة. ما دام أكو ناس تميل لهذا الطرف. أو ذاك. فهي مو نظيفة. لا صحيح. متى ما كان القرار عراقي خالص فهي نظيفة. وأملي بالانتخابات لا أكثر ولا أقل. زين دكتور، اليوم أكو مفاوضات يمكن مستمرة، مفاوضات فيينا. هاي راح تأثر على موضوع الوصول إلى الاتفاق النووي وموضوع الصراع الأمريكي الإيراني في العراق والنأي العراق بنفسه عن هاي المفاوضات. الاتفاق المفاوضات تعرف قديمة، وحتى جولة من الجولات انعقدت ببغداد قبل كم سنة. العراق ما صار طرف يقدم مقترحات أو يتحمل مسؤولية أفكار. يريد ذول الطرفين يتفقون بيناتهم ونخلص احنا من المشكلة. احنا ما لازم نحطنا في سنب فيينا، مفاوضات فيينا، مفاوضات فيينا بين الطرفين. لا مو يصير الحلو بالموضوع، اكو مفاوضات بين دولتين اي في دولة اخرى اللي هو امريكا وايران بفيينا، اي اللي عنده مشكلة هناك تصير صارت ضغوطات عليه يمر رسالة من العراق بطيارة وسيارة قصف منها. هاي الرسائل أنا ما مطلع عليها بس ما استبعدها طبعا. هذه ما استبعدها. ما استبعدها بس هذا يعود للوضع العراقي الداخلي الأساسي. هسه نرجع وهنا نقول السياسة الخارجية تبدأ من الداخل، متى ما كان الداخل متوحد راح تكون عندنا سياسة خارجية صحيحة. دكتور اليوم أكو يمكن وصول رئيسي إلى السلطة. تعتقد إنه أكو انعكاس على انعكاسه على الوضع العراقي بشكل عام، على موضوع السياسي، على موضوع الاقتصادي، بل حتى على موضوع الاجتماعي. نعم. هذا شو راح يكون انعكاسه وشو راح يأثر وصوله إلى السلطة بعد الانتخابات؟ لا خلص، لا صار رئيسي، بس بقى التسليم مالته بشهر الثامن، ما بقى له أيام. والله شوف أكو تجارب عديدة بالعالم. زين. حصل هذا الشيء. وخلال سنوات أربع خمس سنوات تغير كل شيء. إذا كان القائد الجديد أو الحزب الجديد يعمل لصالح العراق فقط، سواء بالتعاون مع دول أخرى أو باستقلالية، ولو الاستقلالية المطلقة غير ممكنة في المجتمع الدولي الحالي، هذا يصل بالعراق إلى بر الأمان. لا دكتور، أنا أقصد رئيسي اللي هو الرئيس الجديد. أنا هنا من وصل رئيسي للسلطة وما بقى إلى غير أيام يستلم السلطة، يوصفون رئيسي بالمتشدد، يوصفوا بال أكو وسائل تبعتها الدول الأخرى مثل، والله أكيد حضرتك قاريها. لا عسى بس خيطل عليها، يعني مثلا أكو سياسيين ما يعرفوها، مثلا من هو متهم بالفساد يحاسب. زين. يحاسب من صدق، يعني مو يحاسب من الإعلام مثل ما نسمع الآن. زين. يعني أبو سنغافورة أول شيء سواه جمعهم قالوا رجعوا الفلوس، يلا أطلق سراحكم، رجعوا مليارات. زين. دكتور سامع، دول الآن هم اللي يحكمون، ليش دخلنا بإيراد ومصرف؟ زين، أنت سامع بموضوع أنه الملف العراقي بيد العسكر وتحول الى ملف، لا تحول الملف الى الدبلوماسيه الايرانيه، كان قبل بيد العسكر الايراني. هذا الثنين انا ما اتفق وياك عليها. ما تتفق عليها ليش؟ لا مع العسكر ولا مع الدبلوماسيه. الدبلوماسيه العراقيه ليس لها دور، والعسكر ليس لهم دور.
الدور للسياسيين والأحزاب السياسية المسيطرة على الساحة العراقية. لا ما جاء أقصد بالعراق، جاء أقصد بإيران. بإيران ما موضوع آخر، أنا ما أحكي عن إيران. زين. ما أعرف الوضع الإيراني شلونه. زين. الوضع الإيراني عندهم صراعات داخلية وعندهم تيارات ما مطلع عليها بشكل. وهي انعكاساتها على العراق. أكيد تنعكس على العراق. زين. بس العراق شلون يحمي نفسه؟ يحمي نفسه أن يبتعد عن هذه الانعكاسات. إيش رأيك؟ اضرب الله لي لأن الأحزاب السياسية مقسمة. نرجع نقول صندوق الاقتراع. صندوق الاقتراع. تعتقد أنه الحل الأمكن والأنجح بإبعاد العراق عن هذا الحل المحاول؟ الوحيد يا سيدي، يكون العراقيين يعون مسؤوليتهم كأفراد ويروحون صندوق الاقتراع بوعي زي. سياسي. زين. نرجع على ملف الحوار الجولة الرابعة قبل ما أنهي هذا الملف حتى ننتقل إلى ملف المياه. الجولة الرابعة وتمخضاتها الآن اللي دي يصير، هناك بعض التسريبات تقول سيحصل هناك إعاقة لهذه المفاوضات أو إزعاجات لهذه المفاوضات أو لهذه الجولة من الحوارات، بالتالي قد تحصل هناك ضربة ضربتان ثلاث ضربات على السفارة الأمريكية، على هذا راح تأثر على المفاوضات؟ ما أعتقد. موضوع المفاوضات، شوف موضوع مفاوضات المياه، دعم مفاوضات الجولة الرابعة أقصد. ها الجولة الرابعة يعني حضرتك ربطتها بالمياه مو؟ لا أنا أقول لك بعدين أرجع على ملف المياه. ها بعدين. أي. لا هذه أنا عندي شيء من التفاعل من الجولة الرابعة، قد نصل إلى تفاهمات تخدم العراق. تفاهمات؟ نعم. تخدم العراق. أنا أعتقد ما أقول اتفاق كامل لكن أكو تفاهمات. ليش جاي تعول على هذا هاي الجولة دكتور؟ لأنه أكو مصالح متبادلة، أمريكا لها مصلحة بالعراق وإحنا إن مصلحة أن دولة عظمى تقف بجانبنا لأغراض التنمية إذا كانت صادقة. زين. شوف أذكرك بسياسة نور السعيد الله يرحمه. نور السعيد قالوا له شلك شغل ببريطانيا مشلب بيها؟ أي. جاوبهم قال لهم أي دولة نامية كالعراق إن لم تستند على دولة كبرى لا يمكن أن تبني اقتصادها. أها. وفعلا نور السعيد بنى اقتصاد. يعني هسه لو ندرس التطورات اللي صارت بالعهد الملكي كل المنشآت الموجودة اليوم اللي نتباهى بها إيه بالعهد الملكي تعود للعهد الملكي. مجلس الإعمار والتخطيط وإلى آخره. هذا مو عيب أنك تستند على دولة كبرى، بس بشرط أن تعمل لمصلحة بلدك. مصير تبعي. مصير تابع لذاك لتلك الدولة. إذن ما دام فتحت الموضوع، العراق الآن مستند على أي جهة؟ صراحة. والله العراق الآن ضايع بين تيارات عديدة. مثل من؟ لا لا أنت شوف أنت من جهة الصراع الإيراني الأمريكي، من جهة الصراع الصيني الأمريكي. هاي كلها صراعات أثر على الداخل، والعراق ما عنده حائط يستند عليه. لهسه العراق ما قدر يوحد صفه ليتخذ موقف موحد تجاه كل هاي الصراعات. السيد الكاظمي دا يبذل جهده، بس المثل يقول اليد الواحدة ما لا تصفق. هذا واقع يعني. زين. والرجل محاط بأخطار كثيرة. أخطار كثيرة. طبعا من نتيجة الوضع اللي نعيشه. زين. هاي الأخطار الكثيرة راح تأثر على سير المفاوضات لو ما راح تأثر؟ شنو هي؟ هاي الأخطار الكثيرة راح تأثر على سير المفاوضات؟ والله إلى حد ما. إلى حد بس حد. الخط العام للمفاوضات ماشي، الصور إيجابي. كل زين، هذا أهم نقطة. خلينا نفتح ملف المياه دكتور. من ملف يعني كثير تحدث عن موضوع المياه، هسه عندنا أزمة ما يخص، يمكن قبل عدة أيام يتحدث وزير الموارد المائية. نعم. إنه إيران قطعت علينا ثلاث أنهر وما يخص، والموضوع راح يتدول. هل العراق فعلا ذاهب نحو تدويل ملف المياه؟ تسمح لي أرجع شوية للتاريخ؟ طبعا. لأن هاي القضية ما بدت اليوم. ما بدت بالسنة الجفاف الحالية، قضية طويلة قديمة. زين. اتفاقيات اللي أول مفاوضات جد عمرها هاي؟ خلينا نقول من تأسيس الدولة العراقية. من 1921. إيه من وجو الإنجليز واحتلوا العراق. زين. بدأت المشكلة. الفرنسيين في سوريا
والانجليز في العراق، الانجليز بالعراق، والدولة العثمانية اللي صارت تركيا. منك بدأ الصراع. لكن أنا أحكي لك كمفاوض بهذا المجال، اشتركت المفاوضات منذ العهد السابق بموضوع المياه مع إيران. موضوع المياه نعم. كل الزين. أنا كنت رئيس دائرة قانونية من 91. طيب. وكان الملف في الدائرة القانونية وتابعته باستمرار. مفاوضاتنا لحد الآن ما وصلت إلى النقطة المطلوبة، وهي تقاسم الحصص بين دول مع دول الجوار. المفاوضات اللي صارت لحد الآن أما قراءة المقاييس يا أما نتشاور كلها سطحية. لحد الآن ما شفت مفاوض عراقي قاعد يحكي ويا الأتراك أو ويا الإيرانيين بحصص معينة. وشنو خلله؟ أنا أحكي لك كل دولة شكل، وهي تركيا آخر تطور حصل مع سوريا. مع سوريا اتفقوا الأتراك مع السوريين ينطوهم على حدود 500 متر مكعب بالثانية زين إلى سوريا. ولا سنتين العراق أبرم اتفاق مع سوريا، مع سوريا مو مع تركيا، أن يتقاسمون المياه تجي سوريا بنسبة 58% للعراق و 42% سوريا. زين. هذا اتفاق عراقي سوري. زين. اجى العراق على الأتراك قال لهم هاي ما تكفي، أنا أريد هاي 500 إذا راحت منها 42 سوريا شو بقالي؟ يعني حصة الفرات هالمدة هذه السنين الطويلة أكثر من هاي بكثير، والأراضي الصالحة للزراعة والمزروعة أكثر من هاي بكثير، فطلب أن يزيدون الحصة على الحدود السورية التركية إلى 700 متر بالثانية. زين. رفضت تركيا. ظلت المفاوضات تتراوح حول هذا الموضوع. لحد الآن ما وصلنا إلى قرار مع الأتراك. الأتراك دي يبنون سدود باستمرار. مشروع الأناضول الكبير ب 22 سد، وبدأوا يزرعون مساحات كبيرة، والكمية تجي سوريا وتوصل للعراق كمية ضئيلة جدا، ونوعية المياه اللي تجي نوعية ملوثة. لأن بذل من المزارع التركية والمصانع التركية والمدن التركية تجي بالفرات علينا، وإحنا نزيد الطين بلة، إحنا ما عندنا حماية للمياه مالنا. شوف بلديات بغداد كلها تبذل بالشط، كلها بالشط. فشوف المي من يوصل للبصرة سم، مو بس مالح، لا سم، سموم. أنا سمعت ندوة قبل يومين مختصين من وزارة الموارد المائية سموها سموم فعلا. هذه المفاوضات إذا ما تصير بطريقة استراتيجية دقيقة تتجمع بها كل العوامل والظروف. أنا عندي مع تركيا هاي المشكلة، لكن عندي ملفات أخرى مع تركيا. أي. خلي أطرح كل الملفات. ليش أروح هناك يقولوا له والله خلنا نسوي لجنة تقرأ المقاييس على الحدود؟ هذا مو حل. أنا المقاييس أقدر أدز لواحد يروح يقرأها. أنا أريد تطيني بالحدود هالقد متر مكعب بالثانية. يعني تقصد مفاوضات بسلة واحدة؟ سلة واحدة. أخي إحنا دا نخدم دول الجوار خدمة كبيرة، سواء من ناحية اقتصادية، من ناحية التصدير، استيراد النفط إلى آخره، حتى الزيارات الدينية هذه ورقة بيدك. إحنا ما دا نستغل هاي الأوراق. إحنا نرجع من جديد. الخلل وين؟ على الوضع الداخلي. الله أكبر على الوضع الداخلي. الخلل كله في الوضع الداخلي. يعني المفاوض الآن اللي جات أفهمه من كلامك إنه مكبل. من يروح يتفاوض اكو جهة سياسية تضغط عليه منها يا سيدي، اكو جهة سياسية ما تريد يحكي فلان شيء. انا كتبت في مؤلفاتي في هالمجال عن المفاوضات. زين. ان المفاوض لم يكن مسندا يفشل. صارت تجربة معي مرة. اي. انا اتفاوض على نقطة معينة، واذا احد المسؤولين في بغداد يصرح عكس ما انا اتفاوض عليه. شوف انت وضعك شو يصير، يضعف لو ما يضعف؟ يضعف طبعا، ينهار.
شفت؟ فأني حتى أتفاوض مع دول من هالنوع تربطنا علاقات طيبة وياهم، عندنا علاقات تاريخية مع إيران ومع تركيا، بس بنفس الوقت عندنا مصالح متبادلة. خلي أطرح كل المشاكل، ليش أنا أستورد ب 18 مليار مقابل أي شيء؟ يا أخي هذه عندنا اتفاقية مع إيران ملحقة باتفاقية 75 حول تقاسم المياه. نعم. اجتمعنا بال 2008 وقررنا تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الموضوع. اجتمعوا الفنيين مرتين ورفضت إيران تحضر الاجتماع. ليش؟ نفس الشيء مع تركيا. صارت لجنة فنية لدراسة موضوع موضوع توزيع حصص المياه. اجتمعت مرة واحدة ورفضوا وبعدين يحضرون. يعني هو بيد الورقة. أنا ما بيدي ورقة، والأوراق اللي بيدي ضامها ما استعملها. ليش؟ ضعف مني. ضعف مني أو سوء تقدير. يعني إذا ما استوردت طماطم من تركيا أو من إيران راح أموت؟ لا طبعاً. أو إذا ما استوردت كذا مواد أخرى، إحنا قمنا معامل طابوق ووقفناها، قمنا نشتري من هاي الدول طابوق. هاي أوراق ده نخسرها. أنت كمفاوض لازم أوراقك بيدك وتعرضها على المقابل ورقة ورقة. تعالوا إذا ما اعطيتونا هاي أنا أوقف لكم هاي. هذا المفاوض الصحيح. كلها مدارس صحيح. هذا ما موجود يا سيدي، ما موجود. يعني أنا أتكلم كمواطن عراقي قلبي محروق من شوفني أحكي بهالحماس والحرقة، لأنه عشتها بألم. يعني أنت تروح وظهرك مكشوف. مكشوف. ماكو حد سامع. بعدين تعال، إحنا المفاوضات العراقية متروكة بيد ناس سياسيين في وزارة الموارد المائية. زين. المفروض يشكل مجلس أعلى للمياه مثل ما سووا أيام حيدر العبادي. الرجل شكل مجلس سماه مجلس الأعلى للمياه. زين. المجلس الأعلى للمياه بكل الجهات المعنية هو المسؤول عن المفاوضات. زين. راح طلع السيد العبادي انحل المجلس. ليش انحل المجلس؟ خلي جهاز يكون بمستوى مجلس الوزراء. زين. تكون من صلاحيته رسم سياسة المياه بالعراق بالداخل والخارج. وفاتني نقطة ما ذكرتها، سياستنا المائية بالداخل أتعس بعد النوبة. أي إحنا ما عندنا سياسة داخلية أبدا. إيش عندنا بالداخل زين؟ سؤال والله. كل من أجواء أسنى من بدينا حلقة عدنا سياستنا الداخلية صفر. ماكو يا أخي، المياه تتبذر بشكل. أنا مزارع وأعرف الوضعية شلون. زين. مشكلة يعني. أفهمك. أنت سياسة المياه لها جانبين شقين. شق الخارجي وشق الداخلي. الداخلي مهمل تماما. هذا اللي جاي نشوفه. دكتور خليني استثمر وجودك بالدقائق الأخيرة. أثير قبل فترة موضوع السفراء. جت القائمة السفراء باوع عليها كلها معاصر. احنا ما اتفقنا نحكي بهذا مو تمام. تريد تسولف فيه ولا ما بكيفك؟ لا سولف. انت مخير. انا سولف. خلينا نحكيها بشكل عام. شوف خلينا نحكيها بشكل عام. انا ودي يصير انا اجاوبك قبل ما تحكي انت. احنا تنسيب او تعيين السفراء زين من بدايه التغيير الى اليوم يكون عن طريق المحاصصه. كلها. في البدايه شكلوا لجان لمقابله هؤلاء الناس. بالخارجيه وكلاء اثنين، انا واحد منهم. اي. ومن امانه العامه واحد. اي. نقابل هالاشخاص، كل حزب يدز لنا قائمه. كل حزب ودوا تقابلون. اي، واحنا نقابلهم. زين. نقابل نقول ذولا يصلحون ذولا ما يصلحون. واذا بعد فتره نشوف اللي ما يصلحون يصوت عليهم مجلس النواب ويقبلون. فما يعني كارثة هاي الآن هذا الترشيح. يعني أنتم كدبلوماسيين تقولون هذا ما يصلح يشوفوه بعدين بتقرير احنا نكتبه، مو يعني شفاه ما يصلح، نكتب بالتقرير زيد من الناس لا يصلح ويشوفوه سفير صحيح. اي طبعا. زين. القائمة هاي القائمة أولا هذا خلاف قانون الخدمة الخارجية. زين. قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 يعطي لمنتسبي الخارجية
نسبة 75% من التعيين كسفراء و 25% للجهات السياسية المختلفة. هذا قانون؟ طبعا نص بالقانون، قانون الخدمة الخارجية. زين. اللي أنا اشتغلت أنا وضعت المسودة مالته. زين. وأعرف إيش بيه ما بيه. هسا هاي القائمة عكست الآية بالعكس، صارت الخارجية 75% للأحزاب و 25% للخدمة الخارجية. يصير هالشكل، وإجا فلان، هذا أخو فلان، هذا صديقة فلان، يعني ما أريد أحكي أكثر من التفاصيل مؤلمة. أنا قريت القائمة كدبلوماسي، صار لي بالدبلوماسية أكثر من 40 سنة، أكد لك قلب من عصر عصر. من شفت القائمة مع السفراء من الجديدة. شفت القائمة بهالشكل، قسم منهم والله والله لا يصلح أن يكون موظف صغير في الخارجية. موظف صغير ما يصلح، أجيب أني أسوي سفير والله هذا لين تابع الحزب. أي هذا دكتور أغرب سفير قابلته، أغرب شخصية قابلته مرشح وصار سفير؟ هذولا ما قابلنا. نعم. من دولاك؟ دولاك قابلت واحد قال أنا جاي مقابلة. يا أبا شو تريد مقابلة؟ هاي حشيتها سابقا. قال بكيفكم، يعني شنو بكيفنا؟ قال هم قالوا له روح قابل بالخارجية. عدينا الدرجات من الخارجية من ملحق إلى سفير. قال بكيفكم، هذا يريد يصير سفير كيفكم؟ أي شيء كان واحد لأخ جاء يابا أنت شنو لغاتك؟ قال ما أعرف بس عربي. زين شلون شنو ثقافتك؟ قال أنا رجل دين ومن اللي يقرون تعازي بالقراء وهاي إمكانياتي ملا. اي بس أنا ما أحتاج اللغة الأجنبية. ليش يابا؟ قال لي أنه أنا أروح عينوني بدولة عربية، لا تعينوني بدولة أجنبية لأنه ما أعرف اللغة. قلت له زين إذا إجاك سفير دولة أجنبية يريد يتفاهم وياك وأنت بدولة عربية، إيش قال لك؟ قال أجيب مترجم يترجم لي. قلت له هي هاي الدبلوماسية، المفروض تقعدوا وياه وتسولفون وتنفتحون على بعضكم وتنطي مقترحات. قال لا يا معود هاي تقروا بالكتب ما لها صح، هاي أمثلة أجبت. دكتور نغسل يدنا فدنه بصراحة والله؟ لا أنا ما أغسل، أنا دائما قلتها وعدكم قلتها وبغير مكان قلتها، العراق سينهض من جديد. سينهض؟ ينهض، لكن قبل النهوض. بس منو اللي يخليه ينهض؟ هو ابن الشارع إذا وعى وفهم الوضعية من يروح الصندوق والاقتراع يكون يفتهم شو يسوي. قبل النهوض أكو كبو راح يمر بالعراق؟ راح تمر بالعراق؟ والله العراق معرض لمخاطر كثيرة. هاي المخاطر اللي جاي نسمعها الآن ما يخص، هناك فوضى، هناك سيناريوهات محتملة، كل شيء العراق الله يحميه. لا بس لكن هاي المرحلة خطرة، كلها تقول خطرة. تعتقد أن هاي المرحلة فعلا خطرة وقد تؤدي إلى والله فوضى؟ خطرة. والله خطرة. خطرة؟ خطرة وقلناها. ليش خطرة؟ قبل شوية قلنا الساحة العراقية هذا واقع. قد تؤدي إلى الفوضى؟ قد تؤدي إلى الفوضى، لأنه السلاح المنفلت يؤدي إلى هاي النتائج. يعني تقصد أنه في ظل السلاح المنفلت فإننا ذاهبون للفوضى؟ يعني إذا ما يحارب السلاح المنفرد بأيد قوية ومخلصة وقادرة، أكو ناس. إذا ما تم محاربة السلاح المنفرد فسنذهب إلى الفوضى. العراق يبقى هذا ويجوز إلى الأتعس. ويجوز إلى الأتعس. شنو يعني خلاف بين 10 الرشاشات والمدافع تشتغل؟ هذا ماكو شيء. هاونات دكتور. هاونات. عندي صور دكتور بدي استعرضها وياك وشوف رأيك بيها. شباب الصور جاهزة؟ طلعونا الصورة الأولى. أنت طلعت صور بالسابق. أيوة يا عطلة غير وجبة. الزريعة ذني ثلاثة. سيد ناجي صبر الحديثي. والله أنت تخليني موقف لا أحسد عليه. ليش؟ لأنه أنا اشتغلت ويا ناس كسفير ووكيل أو وكيل وزارة كدبلوماسي، اشتغلت بكل إخلاص وياهم كلهم. زين. لكن كفاءة كل واحد تختلف عن الآخر. ما أريد أمدح فلان وأذم بفلان. زين. وبكتها أنت جبت لي أسماء واضحة. صح.
طارق عزيز وهوشار اسماء واضحه، اقدر اقول رايي بس اعفيني من هاي السؤال. ما ناجي اعفيك منها. ما ناجي صبري اعفيك منها. لانه شوف ناجي صبري انا كانت علاقتي طيبه به. زين. وناجي صبري كوزير في زمن العهد السابق تعليماته كلها من فوق. استوعب الصوره الثانيه، راح اطلعك من عندها. راح اطلعك من عندها. الصوره الثانيه يا شباب. سيد محمد علي الحكيم. والله هذا الرجل زميلنا. زين. وكنت انا رئيسه. اي. وكان في الامم المتحده سفير ناجح. امانه اقولها. بس اجى للوزاره انقلب 180 درجه. ليش؟ ما اعرف. يعني شلون انقلب؟ انقلب ما مو يم الوزاره. مو يم الخارجيه. اعتبر الوزاره اعداء كلهم. أوف. الوكلاء والسفراء وحط له ثلاثه اربعه قال انا ما احتاج لا استشارات قانونيه ولا سياسيه، عندي ناس اكفاء والناس اللي يسميهم اكفاء لا يصلحون نهائيا. واول يوم اجى قال لي روح اقعد، دز لي خبر مو قال لي اقعد ببيتك، اقعد ببيتك وعود من احتاجك اندس. انا ما كذبت خبر رحت قعدت. هذا ما يصلح وزير خارجيه. زين دكتور راح اسالك بالسؤال، شباب اكو صوره عندنا بعد الصوره الثالثه الصوره الرابعه. الصوره الرابعه يا ريت اذا تطلع خلينا نفاجئ بها الدكتور. صوره السيده راح اشوفها انت. جنين بلاسخارت. والله هاي السيده شوف مهمتها دوليه. زين. ممثله الامين العام. زين. بس مع الاسف قامت تحط نفسها بامور لا تعنيها. اوف. وانا كدبلوماسي اي وكمواطن عراقي ما اقر سلوكها في هذا المجال ابدا. اللي قبلها كانوا محايدين. يعني خرجت من مهمتها كدبلوماسيه. اي خرجت. راحت الى وين؟ قامت صارت سياسية؟ صارت سياسية وتساند هنا وتساند ذاك وترجع ذيك الدولة وتطلع، ما لها علاقة بهالأمور، هي ارتباطها بالأمين العام مباشرة. صح. ومن ناحية الأمم المتحدة، من ناحية العراق ارتباطها برئيس الوزراء. زين شنو اكو مطالب باستبدالها؟ اكو هواية مطالب، بدنا نسمع بالإعلام اكو مطالب على غير رسمية كخارجية. خارجيا ما اجانا شيء. ما اجاكم شيء. حسب علمي ماكو شيء. دكتور قبل ما اختم وياك حديث ممتع ولكن خليني اتطرق الى موضوع اثير الجدل مؤخرا وهو موضوع التطبيع. التطبيع. تطبيع مع من؟ مع الاسرائيلي. هل سيلتحق العراق بقطار التطبيع؟ رسميا لا. باطنيا؟ الله اعلم. بس هاي والله قويه هاي. رسميا لا. رسميا ماكو بس باطنيا لكن فلان عنده علاقه لو فلان عنده علاقه هاي ما ادري بها. انا اشكرك الشكر الجزيل عميد الدبلوماسيه العراقي شيخ الدبلوماسيين، يعني انا احب هاي التسميه، الدكتور محمد الحاج حمود، شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل ما تفضلت به وشرفتنا اليوم. انا اشكرك جزيل الشكر وحقيقه من التقي بحضرتك الحديث يكون ذي شجون. الله يحفظك. احكي من قلبي يعني ما اجامل. شرف لنا والله. فانا اتمنى لبرنامجكم ولحضرتك بالذات الله يسلمك التوفيق، لان يعني برنامجكم ناجح ومو دائما حضرتك موجود. اي اكيد ويا زلمه احيانا وجوه اخرى تجي. انا اكيد اتمنى لك التوفيق واتمنى لك اهم شيء الصحه والسلامه. الله يحفظك. عمر مديد ويديم لك انه كعميد الدبلوماسيه العراقيه. الله يحفظك. شكرا جزيلا لك. انا اشرف بهذا اللقاء واشرف ان وصلت صوتي الى جمهور العراق. وصل ان شاء الله. واتمنى انه هالهواجس اللي بقلبي تتنفذ ان شاء الله من الفرد العراقي مو من الحكام. ان شاء الله نتمنى ذلك. شكرا جزيلا لك. يا اهلا وسهلا. الشكر موصول اليكم، نلتقيكم ان شاء الله في حلقات قادمه. الى اللقاء.